لا حرج في قول الخطيب في ختام كلامي أقول هذا وأستغفر الله، أو أقول قولي هذا سواء كان في خطبة الجمعة الأولى أو الثانية أو في غيرها من الخطب، فهي كلمة مأثورة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الخطباء من أصحابه. وذكر كثير من الفقهاء أن من سنن خطبتي الجمعة أن يختم الثانية بالاستغفار كقولي أستغفر الله لي ولكم. وقد روى ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. يا أيها الناس، إنما الناس رجلان: بر تقي كريم على ربه، وفاجر شقي هين على ربه. ثم تلا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم قرأ الآية ثم قال: أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. والحديث صححه الألباني في سلسلته، وكذلك الأرناؤوط في تعليقه. قال ابن القيم رحمه الله عن خطب النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يختم خطبته بالاستغفار، زاد المعاد. وأورد أصحاب السير أن ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار رضي الله عنه قالها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: قم فأجب الرجل في خطبته، فقال: الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، وسع كرسيه علمه، ولم يكن شيء قط إلا من فضله، ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من خير خلقه رسوله، إلى آخره. قال: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم. هذا في سيرة ابن هشام وسيرة النبوية لابن كثير. وورد هذا من كلام أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنه في خطبهم، واستعمله أهل العلم من الخطباء السابقين واللاحقين. فالحاصل أن استعماله جائز ولا بأس به، يعني خطب الخطبة، ختم الخطبة بالاستغفار. والله تعالى.